السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحياتكم اخواني واعزائي واحبابي في اول قناة عراقية لتعلم العود والغناء العربي. اتشرف بكم، معاكم زياد هادي الاستاذ في معهد الدراسات الموسيقية العراقي، استاذ آلة العود والنظريات. أشرب بكم أخواني. اليوم احنا موضوعنا موضوع مهم جدا، اللي هو دائما الأصدقاء اللي اشتركوا الجديدين والقدماء أيضا بخصوص موضوع الغناء وكيف تطوره، لأن كثير من الأسئلة جتني بخصوص أنه كيف أطور صوتي وصوتي أني غير جيد، وما هي الأمور المهمة في تطوير الصوت والغناء. حقيقة أنه بالدرجة الأولى اللي هو أنت درجة أولى لازم أولا تبحث لك عن طريقة تدريس أو مدرس إذا كنت غير طالب في المعاهد الفنية، فتدخل دورة. ليش؟ دخولك للدورة هو أساس حتى تقدر أنه تبدي تشتغل على السلالم الموسيقية، وبالتالي راح يتطور صوتك من خلال خطة كاملة لتقنية الصوت أو ديناميكية الصوت. يعني مثل ما نعرف إحنا العناصر الإيقائية وعناصر الصوت وعناصر الألحان كلها راح تكون واحدة وكلها راح تكون ذو مقومات كبيرة للصوت، لذلك يحتاج لنا عدد ملاحظات وإشراف على هذا الموضوع من قبل مختص. يعني احنا نقدر مثلا من خلال آلة موسيقية نقدر نطور نفسنا، نقدر نمرن نفسنا، لكن هل يا ترى صحيح؟ لكن انا نصيحتي شنو؟ نصيحتي للناس اللي تريد تعرف حاليا هي خلي في بالها انه اذا يريد يصبح انه يصبح مطرب يجب ان يتعلم على الاقل فد آلة موسيقية ايضا، وهذه الآلة الموسيقية راح تخدم وراح تفيد بالتالي وراح تخليك انه في مستوى راقي جدا وعالي. فانصحكم بتعلم ايضا بعد التمارين والدورات الموسيقية. صحيح احنا عندنا دورات موسيقية لتعلم آلة العود وتطوير الصوت ايضا وتعلم الغناء، وحاضرين ان شاء الله، لكن انتم مخيرين براحتكم وتقدرون تتابعون القناة والشرف بكم. من خلال التمارين نقدر نطور نفسنا، مثلا ناخذ مثلا سلم دوري مصلا سيدا دوسي لصل فامير دوري. لازم أول شيء نتعامل مع النفس في دخولنا، يعني بداية لدخول دوري مصلا سيلا صلفا سيلا صلفا مي صلفا مي لدو سيدو. إذا يعطينا النغم وإحنا نسلطن مع الأنغام، وهذه يحتاج إلى خطة وفق خطة معينة وجيدة جدا حتى نقدر أنه نكتشف أسرارها، من ثم تنتقل إلى تعلم المقامات وضرورية جدا والطبقات الصوتية العالية والناصية. تحياتي لكم، ولا تنسون الاشتراك بالدورات الموسيقية ووفق ما هو موجود بالمنهج أكاديمي، موجود رقم الواتساب، رقم الواتساب الموجود تحت الفيديو راح تلاحظونه، اللي يريد يحب يشترك في دورات تعلم العود والغناء العربي. تحياتي لكم ومع ألف سلامة. السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.